بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوان الأفاضل وأخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا الدروس عن تعليم اللغة الإنجليزية. أسأل الله أن ينفعنا وينفعكم في الدارين. وياكم وراء ميكروفون أخوكم عنايت الله خان. في الدرس السابق تكلمنا عن الحروف الأبجدية اللي عندنا في اللغة الإنجليزية، وشفنا طريقة الكتابة. بعد ال N عندنا O، شكل O مثل دائرة، لكن ال O من الحروف المتحركة، الحرف اللي يساوي باللغة العربية هو همزة بالضمة. الكلمة اللي عندنا للمثال own own، وطريقة الكتابة شكل ال O مثل الدائرة. وأنا ضعيف شوية في الرسم، وطريقة ال O الصغير. وبعد ال O عندنا P P، هاي لأن ما عندنا حرف ال P بالعربي، ف كتبنا ب، لكن فيها الفرق ما بين صوت ال ب وال P. الحرف ال P أصلا يعني عندنا باللغة الأردو P، مثل الحرف باكستان، مو باكستان، يعني النطق الصحيح البه هو البه مو ببه. وطريقة كتابة البه، نرسم خط عمودي وبعد تقريب وبعد نص الدائرة. وطريقة البي الصغير بعد ال P عندنا Q الكبير وال Q الصغير، والحرف اللي عندنا باللغة العربية متساوي ال Q هو القاف، وفي القراءة نقرأ ك. مثلا الكلمة اللي عندنا Quran، قرآن. وطريقة الكتابة ال Q مثل ال O، نرسم الدائرة لكن شوية هني نرسم تحت. بعدين طريقة الكيو الصغير بعد الكيو عندنا R الكبير وال R الصغير، والحرف اللي يتساوي ال R هو الحرف الرا بالعربي، بس نقرأ ر ر. المثال R A Y Ray. وطريقة الكتابة، أول شيء نرسم خط عمودي شكله مثل ال P لكن عنده خط إضافي. هاي طريقة كتابة ال R الكبير، كذلك طريقة كتابة ال R الصغير. وبعد ال R عندنا S كبير وال S الصغير، وصوت ال S متساوي لحرف ال سين باللغة العربية، وصوته في القراءة س، مثل الكلمة اللي عندنا S A Y say. وطريقة الكتابة يعني خط عمودي بس مموج.
وطريقة كتابة الحرف الصغير الاس، وكذلك عندنا طريقة بعد الحرف الصغير اس، وبعد الاس عندنا تي الكبير والتي الصغير، وصوت التي متساوي الصوت الت والطا باللغة العربية، وصوته ت في القراءة، مثلا الكلمة تي اي كي اي تيك. ونشوف طريقة الكتابة. أول شيء نرسم خط عمودي، وبعدين فوق الخط العمودي نرسم خط أفقي. وطريقة كتابة الحرف الصغير التي، والبعد التي عندنا يو كبير واليو الصغير، واليو من الحروف المتحركة وصوتها متساوي همزة بالفتحة من الهلق، مثلا الحرف اللي عندنا يو بي أب أب. ونشوف طريقة الكتابة، حرف اليو الكبير حرف اليو الصغير، وبعد اليو عندنا الحرف الوي، والصوت الفي متساوي الحرف الواو أو الف في اللغة العربية، وفي القراءة نقرأ ف أو ف، مثلا في اي اي ان فين. وننظر إلى طريقة الكتابة الفي الكبير، وطريقة الكتابة الفي الصغير، بعد الفي عندنا دبليو الكبير والدبليو الصغير، والصوت الدبليو متساوي لحرف الواو باللغة العربية وصوته و، مثلا في الكلمة دبليو اي واي واي. وطريقة الكتابة الدبليو الكبير، وطريقة الكتابة ال W الصغير، ونقدر نكتب W صغير بالطريقة التالية. بعد ال W عندنا X الكبير وال X الصغير، وصوت ال X متساوي لحرف ال زا. وبعدين الكلمة اللي عندنا اللي فيها صوت ال ز x e r o x xerox، ونشوف طريقة كتابة ال x، طريقة كتابة ال x الصغير، وكذلك عندنا الطريقة التالية. الاكس الصغير، وبعد الاكس عندنا الحرف الواي الكبير والواي الصغير، والصوت او الواي متساوي لحرف اليا باللغة العربية وصوته يه في الكلمة اللي عندنا واي اي اس يس. وطريقة الكتابة الواي الكبير، وكذلك طريقة كتابة الواي الصغير، عندنا طريقتين. والطريقة التالية كذلك الواي الصغير. والحرف الأخير اللي عندنا باللغة الإنجليزية هو زد، والحرف اللي متساوي باللغة العربية زي أو ظا، مثلا كلمة زون زد او ان اي زون.
ونشوف طريقة الكتابة الزد، صوت الزد هو الز، نشوف طريقة الكتابة. والزد الصغير عندنا طريقة ثانية للزد الصغير كذلك. فالأخوان الأفاضل وأخواتي الكريمات، هال اللي شوف هاي الطريقة الكتابة الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة في اللغة الإنجليزية. فعليكم الحين تحاولوا لين ما تنطبق، لين يعني ما تستوي طريقة الكتابة السليمة. وكذلك عندنا بعض الحروف اللي بالعربي وما عندنا حرف متساوي باللغة الإنجليزية، فيعني نركب الحرفين باللغة الإنجليزية عشان يعني تطلع الصوت هاي الحرف العربي. مثلا الحرف الخاء ما عندنا باللغة الإنجليزية، لكن إذا مثلا حطينا ك و اتش أو كي و اتش، فصوت الكي و اتش تطلع الخاء. وكذلك الضاد في اللغة العربية صوت المتساوي اللي عندنا دي وال اتش متساوي صوت الضاء، وكذلك الشاء والشين متساوي الحروف الاس والاتش والغاء. ما عندنا حرف الغاء بالانجليزي، لكن يعني اذا حطينا الحرفين الجي والاتش فتطلع صوت الغاء، وكذلك صوت الثاء. يعني اذا كتبنا تي واتش فصوت الثاء تطلع الثاء. وكذلك العين الحرف الاي والاي متساوي العين. اخوان الافاضل واخواتي الكريمات، عندي ملاحظة عن الكتابة. قبل ما نبدأ في الكتابة علينا ان عندنا الدفتر اللي فيها 3 خطوط عشان يعني نعرف الكتابة الصحيحة. فيعني تقدرون تأخذون هاي الدفتر من أي مكتبة. وأخوان الكرام، انتهى الدرس اليوم. إذا عندكم أي ملاحظة ترشوني على بدرخان انستيتوت ات hotmail.com. بأفرح بتعليقاتكم على الفيديو، ولا تنسون تحطون تعليقاتكم على الفيديو لو سمحتم. جزاكم الله خير على حسن المتابعة. الله يوفقنا ويوفقكم جميعا. مع السلامة.